حبيت نطرح لك سؤال، وشو هو نوع البشرات لأكثر تعرض للتجاعيد؟ البشرة الجافة. دونك حنقول انا سي بيان عندك لابو غراس، باسكو هذيك لا غراس اللي تخرج لك توت لا جورني راح تكون دايره عامل وقايه انه ما كانش هذيك الاطربه باش تجوز لي سيبام ولي بور ما تابسوربي ريان دي تو. باغ كونتر البشره الجافه راح تابسوربي كامل هذوك الاطربه اللي نتعرضوا لهم في ال 24 ساعه اللي نكونوا سواء خارج البيت ولا لا بوسيير داخل الدار الا كنتي تخدمي تو. دونك هنايا لازم ديري وقايه سواء خارج المنزل ولا داخل المنزل بالنسبه للبشره الجافة. وحنا كتجميل ايضا في الطب البديل عندنا الحجامه التجميليه. دونك انا نشوف فيكم انا يعني من ايام سي تري انتريسون. بالنسبه للبشره الجافه راح تخليها تكون عاملين اساسيين وبروتينين اساسيين اللي هما الكولاجين والالاستين. الكولاجين هو مسؤول على التجاعيد، بما انه البشره الجافه هي اكثر عرضه للتجاعيد يعني تفقد كولاجين كبير في مع تقدم العمر، يعني ابخي لي 25 اون نبداو نفقدو. باغ كونتخ البشره الجافه هي اللي تفقد بزاف.